أذن نحييكم أيها الحب الكريم أيها المتابعون، تواصل بمسار أشواطنا من هذا الميدان، ميدان السمحة لسباقات الهجنة العربية الأصيلة. إذا تواصلنا يستمر وشوطنا الرابع الذي تم إعلان انطلاقته بعون من الله وتوفيقه حمل فئة الجعدان المهجنات الأصيلة للسنة القاية، ولكن تابعنا التهاني والناموس كان عن طريق شاهين الذي قدم عرض يشكر عليه، التهنئة موصولة لأحمد بن مبارك بن مطر الرميثي الذي رافقنا بالجعدان المحليات الأصائل الأسير برحلة الجعدان الذي تتقدم إلى مقدمة المسار الأول، نرافق بالصدارة والبداية بقيادة أحمد بن سعيد بن علقاه المزروعي الذي يقود بداية هذا الشوط حتى هذه اللحظات، النقلة التالية إلى المستوى الثاني وصل خفيف الذي قادم يتقدم محمد بن مطر بن محمد الرميثي، ولكن الدخول الذي طرى وجرى يتقدم هناك نشوان يتابع محمد بن خليفة بن أحمد الرميثي، بينما تابع المستوى الرابع والذي يتسلل بإنجازه المعتاد من يرافق هذا الشعار، عندك يا مالك عقاب خادم بن عيسى بن سيف القمزي الذي يقود خادم بن عبد الله بن سيف القمزي الذي يتقدم إلى المستوى الأول حتى هذه اللحظات. المركز الثاني هناك وصل دخول جميل ما شاء الله، أرصد أن هذا المستوى الآتي يتقدم هناك من يرافقه مهير بن محمد بن سالم بن حضيرم الاكتبي، بينما نعود إلى مركزنا السادس من خلل مصورنا يأخذ جولة جميلة من الجانب الآخر، الأشعار الذي واصل بكل قوة، الشعارات الذي قادمة بكل الإنجاز يحمل الرقم هناك ثلاثة، بنقول الهارب الذي يتقدم محمد بن خميس بن عبيد الرميذي، هذه النتيجة، وهناك من يرافق بعملية التضمير فيصل اليافعي الذي تقدم بمتابعة تضميره وتدريب. اكتفي بالست الأوائل، إذن اكتفي بهذا الأداء الأجمل، ولكن عودة إلى الصدارة من يحمل الرقم 22 إلى الصدارة، الله يا عقاب الذي مسيطر سيطرة تامة، يرافق عذر خادم بن عبد الله بن سيف القمزي الذي يتقدم إلى الصدارة بأداء الأجمل ما شاء الله بالابتعاد الجميل حتى ذي اللحظات. إذن ناخذ مركزنا الثاني، الغدوم التحرك هناك وصل ملبي أو ملهم الذي قادم على المستوى الثاني، مهير بن محمد بن حضير بن الكتبي على المستوى الثاني، والمركز الثالث عطنا جولة إلى نشوان الذي واصل محمد بن خليفة بن أحمد الرميذي، المركز الرابع الغدوم الأشعار عندك يا بن علقاه يا المزروعي الذي قادم على المستوى الرابع، والمركز الخامس لنا عودة إلى حامل رقم 16 غدوم وندى صوغان لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري، المركز السادس وصل هناك محفوظ الذي قادم بكل قوة يتقدم محمد بن سيف بن علي بن جمعة الرميذي، هذه النتيجة. إذن عودة إلى الصدارة أيها الحب الكريم أيها المتابعون، نتواصل ولكن عود بنا إلى زمام الأمور، العودة إلى شعار البداية، الله عليك القمزي مسيطر سيطرة تامة، شد الحيل يا أبو عبد الله شد الحيل، حيث أن أول شوط رئيسي للجعدان المهجنات الأصيل، الانفراد مبكر ما شاء الله، الابتعاد كل البعد بالتدريج الجميل بالانفراد الجميل، عقاب مسيطر سيطرة تامة، يرافقه هناك خادم عبد الله بن سيف الذي قادم القمزي على المستوى الأول، بدين نشارف الإعلان، بدين نغادر، بدين نغترب، الكيل المتأخر، الكيل الخطير راغب لي المستوى الثاني، راغب لي الاشعار الذي واصل يتقدم هناك ابو محمد مهير بن محمد بن سالم بن
الخصواني الكتبي الذي قادم على المستوى الثاني حتى ذي لحظات المركز الثالث. جولة نشوفه من على بعد المتابعة الأسماء الذي بدأ تقترب. يا هل ترى يحمل الرقم 19 بنتابع المركز الثالث يا متتابع الغدو. ما شاء الله من يحمل هذا المسار الأجمل. ولكن وير خلاص العودة يحمل الرقم 19 قدومه بقيادة عامر بن عوض بن زايد المنصوري. خلق مع البداية مصورنا، خلق مع الصدارة الشوط، اروح به لعقابي للصدارة الذي مسيطر سيطرة تامة. شد الحيل يا ابو عبد الله، هالي العاصمة ابو ظبي حاضرين للمشاركة، حاضرين للانجاز على مقدمة الشوط. ولكن المركز الثاني خطير للغاية، خطير للغاية. يتقدم مهير بن محمد، أنا كتبي قادم بكل قوة. ولكن ما شاء الله تبارك الرحمن، العودة إلى الصدارة، العودة إلى عقاب الذي طار بالإنجاز، الذي طار بالإبتعاد. سلام للعاصمة أبو ظبي إذا صح التعبير. تهانينا لمالكة، التهنية موصولة لخادم عبد الله بن سيف القمزي. السلام عندكم يا أهل السمحة والعاصمة الحبيبة. على كل حال تهانينا، المركز الثاني وصل فيه. إذا المركز الثاني يحاول الكريم أيها المتابعين، من يحمل الرقم 18 أحمد بن خميس بن مبارك الخيلي على المستوى الثاني. والمركز الثالث يصل فيه من يحمل رقم 23 مهير بن محمد الكتبي على المستوى الثالث. والمركز الرابع بناخذ جولة مع مصورنا حتى نتابع. إذن عامر بن عوض بن زايد المنصوري على المستوى الرابع. والمركز الخامس يحمل الرقم 2 نشوان محمد بن خليفة بن أحمد أرميث. المركز السادس التهنية موصولة لسعادة فرج بن علي بن حمود الظاهري. ناخذ التوقيت الزمني 6 دقائق، وهناك 5 أجزاء من الثانية. كل التوفيق لجميع المشاركين.